بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مظلوم كربلاء وعلى المستشهدين بين يديك والسبايا من أهلك وذراريك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما كربلاء يا كربلاء لا زلت كربا وبلاء ما لقي عندك آل المصطفى ميت تبكي عليه فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا لو رسول الله يحيى بعده لقعد اليوم عليه للعزاء يا رسول الله يا فاطمة يا أمير المؤمنين المرتضى عظم الله لكم الأجر بمن كظ أحشاه الظما حتى قضى يا أبا عبد الله وضيوف وضيوف لفلاءة قفرتي من الحسين وأصحابه وأهل بيته وهي ليلة الأصحاب وضيوف لفلاة قفرة نزلوا بها على غير قراء يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبايا لرأيت منك منظرا للحشا شجوا وللعين قذاء هتف عباس وحده وصار الجدال هذا من تراثنا القديم يذكرنا بأهلنا قبل هتف عباس وحده وصار الجدال والهاشم قالت علينا النزال والأنصار تناخت وقالت محال إحنا الذي بالنفس نفديها يا بنفدي حق المرتضى وحق البتول يا رسول الله جمع الشبان هاشي بوكهول قالت الأنصار يا حسين اشتقوا
صحبتك يا هاشم التبديل قالت ابدا صارنا وسالت العين وهز حبيبي العالم عيد واجل حسين اليوم اليوم نشيد الدين اليوم الهموم عليك نشيلها وفعلا بهالي الويل عالية اعتلوها وارواحهم كلها فدوها الريحانة الهادي بذلوها لكن حب زينب ما حضروها لكن حيف زينب ما أحضروها يوم للطاغي خذوها إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الحسين عليه السلام واصفا أصحابه وأهل بيته والله ما رأيت أصحابا أوفى من أصحابي ولا أهل بيت أبر وأوفى من أهل بيتي إنهم يستأنسون بالمنية استئناس الطفل بمحالب أمه فقد خبرتهم فوجدتهم إلا الأشوس الأقعس يستأنسون بالمنية دوني. أطروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الليلة مخصصة كما جرى العرف لأصحاب أبي عبد الله عليه السلام. تدرون احنا نتقرب إلى عاشوراء وغدا ليلة أبي الفضل العباس، فأرجو الحاضر يبلغ الغائب وذلك من شعائر الله. هذه الليلة كما قلنا معرفة أو مخصصة لأصحاب أبي عبد الله عليه السلام. الصاحب دائما يعبر عن من رافق الشخص فترة زمنية، لأن هناك رأي في مدرسة الصحابة والخلفاء بأن من رأى النبي صلى الله عليه وآله حتى لو نظرة كان صحابيا. يعني لو أنت في المدينة أو قل كنت في بقعة من بقاع الأرض وأتيت إلى المدينة لتشتري شيئا، اشتريت هذا الشيء، مر بك رسول الله بالطريق إلى المسجد، نظرت إليه ثم رجعت إلى أهلك، يعتبروا صحابي. لكن في مدرسة أهل البيت سلام الله عليه هناك شروط للصحبة، وكيف تحديد الصحبة
طبعا ذاك إلى بحث خاص، ما أريد أتوسع لأن هذا أو هذه الليلة مخصصة بأصحاب الحسين عليه السلام، وهناك أشياء كثيرة يجب الوقوف عندها. نحن دائما الصحابي يكون من شهد عصر النبي صلى الله عليه وآله وقضى معه فترة طويلة وحارب والتزم بأوامر النبي صلى الله عليه وآله. هناك بعض الصحابة كما يقول، يعني ولو اتركها، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول عن الصحبة: صاحب من لو نطق ذكرك بالله، وإذا رأيته أشعرك بالله، وإذا تكلم تعلمت منه. الصديق من صدقك لا من صدقك. وعلى هذا قس أنت. رسول الله صلى الله عليه وآله ذات مرة كان جالسا والحسين عليه السلام في حجره، وكان إلى جنبه أنس بن نبيه الكاهلي رحمه الله، وقال: يا أنس، إن ابني هذا سيقتل في بقعة من أرض العراق، فإذا شهدته فانصر. وهذا ينص عليه البخاري وابن الأثير في أسد الغابة وصحيح مسلم كذلك. لو رجعنا ورأينا كم عدد الصحابة الذين كانوا مع الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، تدري كم؟ قرابة 19 واحد. أولهم أنس بن نبيه الكاهلي، حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجة، جاون ابن حوي السوداني، هذا كان عند أبي ذر، فلما توفي أبو ذر رضوان الله تعالى عليه انتقل إلى بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولهذا الحسين يوم عاشوراء يقول: يا جون، إنما تبعتنا طلبا للعافية فلا تبتلي بطريقتنا. قال: سيدي، أفي الرخاء ألحس قصاعكم، يعني الماعون، وفي الشدة أخذلكم؟ لا والله، لا أدعكم حتى يختلط دم هذا الأسود مع دمائكم أهل البيت. بعد عبد الله بن عمير الكندي، قلت لك 19 واحد لكن ما يذكرون. عبد الرحمن ابن عبد ربه الأنصاري، وهو من الأوس، لأن المدينة تتشكل من الأوس والخزرج. وهذا الرجل كان شديد العلق بمحمد صلى الله عليه وآله وبأمير المؤمنين. لكن هناك بعض الإشكاليات، والمصيبة أن على منابرنا مرات أسمعها تقال:
مثلا عن زهير بن القين البجلي رضوان الله تعالى عليه بأنه كان عثماني الهوى أو أموي الهوى وعثمان وزهير لو ترجع تجده من تابعين بعضهم يقول من الصحابة لكن أدرك النبي وهو صبي ليش؟ لأن في فترة الخليفة الثاني لما ذهبوا إلى فتح بلاد فارس في منطقة وكان قائد الجيش سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه فلما فتحوا هذه المنطقة فرحوا هو زهير ينقل هذا الكلام يقول فالتفت إلينا سلمان وقال لما رآنا فرحين يعني أنتم فرحون الآن بهذا الفتح لكن ما رأيكم إذا شهدتم أو حضرتم أعظم من هذا وما هو يا سلمان قال مقتل شباب آل محمد طوبى لمن قتل معهم هاي الفرية اجت من اين يذكرها كتاب واحد ذكرت في الطبري عن عمرو بن الحجاج خاطب زهيرا في ليلة العاشر قال يا زهير ما عهدناك إلا عثماني الهوى فقال زهير موقفي هذا مع الحسين ألا يدل أني منهم فسكت والراوي يذكرونه مجهول يعني إذا ترجع إلى كتب الرجال خصوصا إلى كتاب السيد الخوئي رحمه الله تجده مجهولا زين لأن تدري الإعلام يريد يشوه ويسقط من شخصيات بارزة الشيء الثاني زهير بن القين تستنتج من كلامه حينما خاطب أبي الفضل العباس ليلة العاشر من محرم تحس إنه داخل بالعائلة وكان مطلعا ما يجري في بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه جلس مع أبي الفضل روحي فداه فقال يا أبا الفضل سيدي يا ابن أمير المؤمنين أذكرك بما قاله سيدي ومولاي أمير المؤمنين لعقيل وكنا حضور بأن يختار له امرأة ولدتها الفحولة من العرب هذا شيء يدل يدل بأن زهير مطلع حتى داخل البيت أما القصة التي تروى وتقال مرات على المنابر وحتى في المسلسلات الدينية وغيرها يذكرونها وهاي فرية مع الأسف القصة إن إذا تقدم الحسين تأخر زهير أو إذا تقدم زهير تأخر الحسين هاي القصة هاي ما إلها معنى ولا تقبل بأي حال ليش يقولون زهير بن القين لما قضى الحاج وهو راجع
كان يساير الحسين، هو يتقدم ذاك يتأخر، هذا يتقدم هذا يتأخر. زين بالله عليك أنا أسأل سؤال، الحسين عليه السلام متى خرج؟ مو يوم التروية، يوم الثامن صح؟ زين زهير لما يكمل الحاج كم يراد؟ أقل شيء أقلها 5-7 أيام، وزهير مليونير يعني مو إنسان عادي، جاء بقافلة كبيرة مع أهله وأصحابه وعشيرته بني بجيلة. زين بالله عليك يعني بينه وبين الحسين ما يقرب عن 500-600 كيلومتر، شلون يلحق بي؟ يعني هسا أنا أطلع على دابة وأنت تطلع وراي ورا أسبوع، شلون تلحق بي؟ مثلا أنا أطلع من البصرة إلى كربلاء وأنت ورا أسبوع تلحقني، يصير؟ هاي مو سيارة حتى يمشي 80 ذاك يدوس 200 يلحق بي. ثاني شيء، الرواية تقول أن الحسين كان يجد بالمسير، يعني يمشي بسرعة. هاي أحد الفرية، سبحان الله، يعني على المنابر تقرأ. لكن الحقيقة بأن زهير صحيح جاء إلى الحج، فلما علم بالمؤامرة التي دبرت للحسين عليه السلام بأن أرسل إليه 30 شيطانا من بني أمية لاختيال الحسين في الحرم، التحق بأبي عبد الله وترك الحج ورجع معه. أما هاي القصة ما إلها أساسا، يعني لو تقيسها ما إلها معنى، وتصدى لها بعض العلماء من عندنا. الشيء الثاني والذي يحرق القلب مع الأسف، إذا تقف أمام الروضة الحسينية وتقرأ الأسماء الموجودة من الشهداء، ترى اسما اسمه الضحاك ابن عبد الله المشرقي، هذا ما يستاهل أن يحط اسمه هناك. تدري ليش؟ اقرأ التاريخ، تاريخنا موجود بالمقتل، يوم العاشر راح يسمعون هذا الشيء. هذا اشترط مع الحسين شرط، قال أبا عبد الله أنا ألتحق معك لكن على شرط، إذا بقيت أنت وأنا ولا بد أن الناس القوم يقتلونك أنا أستأذن. ولهذا يقول، اقرأ المقاتل أي مقتل افتح اقرأ، يقول فلما رأيت خيل أصحابنا تعقر أدخلت فرسي في استاط لأصحابنا، يعني مجهز الشردة. وفعلا لما بقى الحسين قال ها أبا عبد الله على الشرط، قال على الشرط، ولكن ابتعد حتى لا تسمع واعيتنا. لمن؟ ليش؟ لأن من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله على منخريه. فعلا ذهب. زين، من الذين أيضا خذلوه والمنابر عندنا هم تمدحه وله سابقة، مع أمير المؤمنين سلام الله عليه في حرب الجمل وبخه أمير المؤمنين، فذهب إلى الحسين سلام الله عليه شاكيا. الحسين بتعبيرنا يعني طيب خاطره، وقال امسحها في وجهي. هذا أطلق على نفسه التواب، هذا كاتب الحسين عليه السلام ولم ينصر، تخاذل عنه.
من سليمان بن الصرد الخزاعي. سامعين بي؟ افتح الآن مستر جوجل، هذا شيخ جوجل، افتح حط سليمان بن الصرد الخزاعي واقرأ عنه كيف خذل أبي عبد الله هو ورفاع بن شداد وابن نجبة حتى أطلقوا على اسمهم التوابون. ليش؟ لأنهم قعسوا عن نصرة أبي عبد الله. والمصيبة يجي يسبون لك المختار الثقفي رحمه الله، والإمام الباقر يصيح، الإمام الصادق يصيح، الإمام زين العابدين يصيح: لا تسبوا المختار فلقد قتل قتلتنا وأخذ بثأرنا، والله ما اكتحلت علوية ولم تشطت علوية حتى قام بأخذ ثأرنا. وهذا سليمان بن الصرد أول من واجه الحسن عليه السلام بكلمة يا مذل المؤمنين بعد الصلح. أعود، فأصحاب الحسين هذه الليلة أبرزهم وأعلاهم حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه، وابن عمه مسلم بن عوسجة، هذان الصحابيان. حبيب كان عمره قرابة 90 عام، وكان ذو شيبة، وكان محدودب الظهر وجميل الوجه. ومسلم بن عوسجة من الذين هو وحبيب أطلعهم الحسين على ما يسمى بعلم البلايا والمنايا. فمرة من المرات بالكوفة جالسين يمازح واحد الآخر، حبيبي يقول لمسلم بن عوسجة كأني، أو مسلم يقول له كأني برجل أصلع يقتل في سبيل نصرة ابن فاطمة. حبيب بن مضاش يقول له وكأني برجل ذو ضفيرتين يقتل على النهر في سبيل ابن محمد صلى الله عليه وآله. الناس سألوه: من تقصدون؟ قال: أنا ومسلم. ثم ذهب إجا ميثم التمار رحمه الله، سأل عنهم، قالوا: هذين الكذابين الذين يدعون الغيب. يعني ليش؟ سألهم: ما القصة؟ قالوا: كيت وكيت. قال: بل نسي مسلم أن يخبر حبيب بأن رأسه سيكون قلادة لمن قتله، والفرس تضربه بيديها. قالوا: لأنت أكذب منهم. حبيب بن مظاهر الأسدي وهذه ليلته، وهو الشيخ الأنصار، حبيب بن مظاهر الرواية تقول عن السيدة سكينة سلام الله عليها، تقول: لما دخل أبي كربلاء ليلة الثاني من محرم أو يوم الثاني من محرم لم يرى ضاحكة، كانت الكآبة تعلو عليه. فبعث إلى حبيب بن مظاهر أن يأتي، بعث إليه كتاب: يا حبيب، إنك تعلم قرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا تبخل علينا بنفسك والسلام. وكانت الكوفة محاصرة،
وابن زياد وضع الحرس والعسس والمفارز في كل مكان. جاء هذا الرسول طرق الباب، وكان حبيب يتغدى مع زوجته، فتح الباب، أعطاه الرسول الرسالة، قرأها دمعت عينه، ثم قبلها ووضعها على جبينه. سألته زوجته ما الأمر؟ أراد أن يختبرها، قال لها: هذا رسول الحسين ويريد نصرته، وهذا كتابه. قرأته المرأة، قالت: وما أنت فاعل؟ قال: يا أسدي، ما لنا وما للدخول بينهم؟ قالت: حبيب، لا يجمع الله بيني وبينك تحت سقف. فقال: يا أسدي، أردت بذلك اختبار ولائك لأمير المؤمنين وآل علي. وفعلا، لأن الظروف كانت حساسة، أخبر أحد الغلمان بأن يأخذ الفرس، وقال: انتظرني بالبستان الفلاني. ولما أطال حبيب على هذا الغلام بمقربة منه، كان يعني بعد ما طول عليه وقرب، سمع يقول: يا جواد سيدي حبيب، لأن لم يأتي سيدي لأعلون ظهرك، ولأذهبن لنصرة ابن بنت رسول الله. فقال حبيب: سيدي أبا عبد الله، إن العبيد تتمنى نصرتك، فكيف بالأحرار؟ قال: أرجع. قال: لا والله ما أرجع، أنا أذهب معك. فأردفه. وكان الحسين عليه السلام قد وزع الرايات. طبعا أكو تفصيل أكثر من هذا، إن شاء الله يجينا في ليلة العاشر، الحين مو محلها. الحسين قد وزع الرايات، وبقيت راية واحدة. يسألون الحسين: لمن هذه الراية؟ كل واحد يحب أن يحظى بذلك. يقول: سيأتيكم صاحبها. تقول السيدة سكينة: ابتسم أبي من يوم ثاني محرم إلى يوم ستة تقريبا، تقول لم يرى أبي ضاحكا أبدا، إلا لما جاء عمي حبيب ابن مظاهر الأسدي، وإذا بغبرة من جهة الكوفة، قالوا: أبا عبد الله، هذه غبرة. قال: هذا صاحب الراية، هذا حبيب ابن مظاهر ناصرنا. يا أبا الفضل علي، فلان فلان، قوموا استقبلوا عمنا حبيب. جاء حبيب ابن مظاهر رضوان الله تعالى عليه، لما وصل أخذ يقبل الأرض بين قدمي أبي عبد الله، ويقبل قدمي أبي عبد الله ويديه. والحسين يقول: مرحبا بك يا ناصرنا. وإذا بصوت غلب الكل فرح. زينب سألت: من، ما هذا الأمر؟
اجى علي الأكبر قال عم لقد جاء عمنا حبيب. قالت يا علي اقرأه مني السلام. فجاء علي الأكبر قال يا حبيب إن عمتي زينب تقرئك السلام. من أدب حبيب، خلق حبيب. قال ما أنا حتى تسلم علي زينب. ثم قال أبا عبد الله هل من رخصة أن أسلم على فخر المخدرات؟ أذن له. التحفت بملحف أمها فاطمة قال حبيب السلام عليكم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة زينب، والله لا ندع الحسين حتى نغمس سيوفنا في صدور أعدائه. اطمئني زينب. وإذا بزينب قالت حبيب حبيب الله الله في نصرة الغريب أبي عبد الله. يا أهل الشيم يا أهل الشيم هذا محلكم. إيه رحم الله عبرتك، كن من أنصار الحسين. يا أهل الشيم يا أهل الشيم هذا محلكم، والليل معزمة يا نذخر هممكم. يا بشن العذر منكم يوم تخلوا أن بذل حرمكم. قال اطمئني زينب. وفعلا لما جاء يوم عاشوراء استأذن حبيب ابن مظاهر من الحسين، برز يقول أنا حبيب وأبي مظاهر فارس هيجاء ونار تسعر. قاتلهم قتال الأسد الباسل ثم رجع إلى الحسين يبكي. قال له الحسين لم تبكي يا حبيب؟ هل تذكرت أهلك وبيتك وعيالك؟ قال لا أبا عبد الله، أنتم أهلي أنتم عيالي أنتم بيتي، إذن ما يبكي. قال أبا عبد الله أو أبكتني تلك الواقفة بباب المخيم. ذكرت كلام أمير المؤمنين قال يا زينب عما قريب ستكونون سبايا في هذا المصر. وزينب يا أهل الشيم هذا محلكم، وليل معزم ندخر هممكم. والله بهالي الويل عالية اعتلوها وارواحهم كلها فدوها. قتل حبيب قتال الأسد الباسل ضربه الحصين بن نمير بالرمح في خاصرته ثم علاه بضربة على رأسه، فسقط حبيب مكبوب على وجهه فنزل إليه اللعين واحتز رأسه.
لما رأى الحسين ذلك أجهش بالبكاء وقال رحمك الله يا حبيب لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. هاي صورة. وصورة أخرى من أصحاب الحسين وهو وهب بن حباب الكلبي وكان نصرانيا أسلم بالطريق على يدي أبي عبد الله هو وأمه وزوجته وكان قريب عهد بالزواج. لما لحقوا بأبي عبد الله والحسين ينادي أمام الناصر ينصرني أمام المغيث يغيثني. قالت له أمه بني قم وانصر ريحانة رسول الله لما حتى تبيض وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة. وفعلا وإذا بزوجتي تقول يا وهاب لا تفجعني بنفسك فإنا قريب عهد بالزواج. قالت أمه بني أعزب عن قولها ولا تلتفت إلى كلامها وانصر ابن بنت رسول الله. ذهب إلى المولى استأذن برز أنكروه قالوا هذا لا نعرفه فليخرج إلينا برير أو زهير. فقال إن تنكروني فأنا ابن الكلب حسبي ببيتي في علام من حسبي إني امرؤ ذو مرة وعضبي وأدفع الكرب أمام الكرب وما جهادي باللعب قاتل قتال الأسد الباسل حتى قطعت يمينه. رجع لأمه قال أمه هل رضيتي عني؟ قالت لا والله حتى تغضب بدم الشهادة. رجع وهاب وإذا بصوت امرأة من خلفه تنادي يا وهاب تقول يا وهب الله يا أبا عبد الله تقول يا وهب الله الله في نصرة الغريب أبي عبد الله. قال يا صالح قبل قليل كنت تنهيني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي. قالت يا وهب لا تلومني إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال ما الذي رأيته من يا أبا عبد الله؟ والله صعب واحد يا شاذ العجيب. يا أبا عبد الله اربط على قلبي. قالت يا وهب رأيته بباب الخيمة ينادي أمام الناصر ينصرني. Ha 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 ha
هذه امرأة نصرانية هزها صوت الحسين إذا ما عالم ولاتنا زينب الله يعينك ما لك حي الله يعينك ما لك معين خويا وقومك على الرمض مطاعين انا مني انا جيب المرتضين يا بابا عن كربلاء غبت وين وين قتل قتال الاسد الباسل حتى قتل ذهبت الي زوجته قالت يا وهبني ان لك الجنه وإذا باللعين الشمر قال لغلامي رستم اذهب إليها وضع رأسها بالعمود ضرب رأسها وكهر وهي أول شهيدة بين يدي أبي عبد الله والصورة الأخرى عمرو بن قرضة الأنصاري غلام صغير ذو 9 و10 سنوات قد قتل أبوه بالحملة الأولى يا مؤمنون جاء لأبي عبد الله قال سيدي إن أمي أمرتني أن أبرز بين يديك هل من رخصة قال بني ارجع لامك فان اباك قتل بالحملة الاولى شوف هذا الولد رجع لامي يبكي قال امه ما اذن لي الحسين عليه السلام شوف سوت امه قصت طول الثوب وارفعته عن الارض قليلا حتى يرى الحسين كبيرا قال السيد يا ابا عبد الله او تذكر اليوم امك الزهراء بفقدك ولا اذكر بولدي دع ولدي يقاتل بين يديك قال جزيتم خير الجزاء يا ابا عبد الله ما عندنا ناصر حتى الاطفال برز الغلام شوف ايمان هذا الطفل ما انتسب الى عشيرته انتسب الى الحسين اميري حسين ونعم الامير زرار فؤاد البشير النذير قاتل قتالا شديدا وقطع رأسه ورمي إلى أم أخذت الرأس تمسح الدم والتراب عن وجه تقول بني بيض الله وجهك كما بيضت وجهي عند الزهراء يا ويل انقطع راسه وشال دمه يا ويل انقطع راسه وشال دمه تمسح الدم والتربان عنه تقل بيض الله وجهك الواحد القيوم مثل ما بيضت وجهي بحربك اليوم ماذا تريدين يا أم أريد هناك تذكرني أجي أدوم بجنان الخلد عن جد الحسين ثم عمدت إلى عمود خيمة برزت تقول
أنا عجوز سيدي ضعيف خاوية بالية نحيف فرد الحسين عليه السلام وتقدم جون ابن حوي السوداني رضوان الله عليه قال له الحسين يا جون إنما تبعتنا طلبا للعافية فلا تبتلي بطريقتنا هنيئا لك يا جون قال سيدي أبا عبد الله أفي الرخاء الحسق صاعكم وفي الشدة يخذلكم سيدي والله لا أدعكم عمره فوق 90 سنة حتى يختلط دم هذا الأسود مع دمائكم أهل البيت أبا عبد الله تنفس علي بالجنة ليطيب ريحي ويبياض وجهي ويطيب عرقي فإن لوني أسود لما برز اسمع ماذا يقول قال كيف يرى الكفار ضرب الأسود بالسيف ذبا عن بني محمد قاتل قتالا شديدا يا مؤمن ما مرت إلا ساعة والمولى وحيد الفريدا ينادي حبيبي حبيب نور عيني زهير يا برير أخي عباس ولدي علي ما لي أناديكم فلا تسمعون وأدعوكم فلا تجيبون أنيام أوقظكم أم غياب أرتجيكم يقول المعصوم اضطربت الأجساد إلى أن قال أما والله لقد حل بكم ريب المنون وإنا لله وإنا إليه راجعون يا ويلي يعني يا أم الوقاف وأحدهم ما لم ينصير اللي ينجد ينادي ونبو فاض العبيد ألف واسفة يا خويا رحت من إيدي أحبايا لو غير الحمام أصابكم عتبت وما على الموت معتبوا يا الله اللهم نسألك وندعوك بمحمد وآل محمد فرج عنا يا الله شافي مرضانا اقضي حوائجنا اللهم ارحم دموعنا من أوصاني بالدعاء اللهم اقضي حوائجهم شافي مرضاهم ومرضانا ولأمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما من لم يذكرهم ذاكر الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على